هلال احمر تفضل. الله فيك يا هلا. الحمد لله. شو اسم المريض؟ يستنفر فرع الهلال الأحمر العربي السوري في القنيطرة كافة كوادره في قسم الاستجابة والإسعاف السريع لتلبية احتياجات المواطنين والتعامل مع أي طارئ أو حالة إسعافية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة وباقي الجهات المعنية بالمحافظة، حيث رفعت الجاهزية إلى أقصاها. وكل هذه الإجراءات تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. تتم الاستجابة لكافة نداءات المحافظة اللي بالمحافظة بيتصلوا فينا. في عنا غرفة عمليات فيها ثلاث متطوعين مداومين على مدار ال 24 ساعة بيتلقوا النداءات من الأخوة المواطنين بكافة أرجاء المحافظة. النداءات هي بيطلع الفريق بيجيب المريض. في أسئلة معينة يمكن لاحظتوا أنتوا اليوم أنه في أسئلة مستجدة صارت بالنسبة للوضع الراهن. فإذا في أي شيء، إذا بنشك بحالة إنفلونزا أو لا سمح الله كان خارج القطر أو كذا، نحن في عنا تواصل مع مديرية الصحة مع منظومة الإسعاف، مباشرة بنسلم المريض لمنظومة الإسعاف اللي هي بدورة بتقوم بإعداد كافة البيانات وأخذه للمشفى وبيعملوا له الفحوصات التامة هناك بالمشفى. لا سمح الله إذا ظهر عليه أي شيء ممكن يأخذوه على الحجر الصحي أو ممكن يبرجوا له بكرسي العلاج. على مدار الساعة متطوعو الهلال الأحمر يستقبلون الاتصالات عبر كادر مجهز ومتأهب لتلبية الاحتياجات الإنسانية ليكونوا جزءا فعالا في التصدي لوباء كورونا الذي يغزو العالم. صاروا أكثر من